لو سمحت سيدنا الشيخ. اتفضلي يا ستي. جوزي بقاله فترة ما بيصليش ويسيب الدين كتير جدا جدا. ابنك ولا جوزك؟ جوزي. لا بيصوم ولا بيصلي وبيقول انا ما اتعودتش وانا صغير وبيسيب الدين كتير جدا جدا. انت بتصلي؟ مش منتظمة بصراحة. ليه طيب؟ ما انتظمي وخليه يصلي بيك امام، قول تعالى صلي بيا امام. لا اله الا الله سبحانه الله. والله يا سيدنا الشيخ انا حاولت كتير. انتظم قول له تعالى تعالى اتوضى وتعالى صلي امام بينا. عندكم اولاد؟ عندكم يصلي بيك انت والولاد امام ان شاء الله هيصلي ويبقى كويس. ما حدش وشوف منهم بيصلي. الصلاه الصلاه فريضه، سنحاسب على اول ما نحاسب عليه الصلاه، واخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه، والفرق بين المؤمن والكافر الصلاه، فلا ينبغي ان نترك الصلاه مطلقا الا بالموت، فعليك ان تدفعيه الى الصلاه ان شاء الله. نستكمل حديثنا عن شهر شعبان. زي ما بقول الناس بتشتكي من الضنك من الضيق، شفت ربنا بيقول ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ينزل عليه الرزق بدرارة، لا يدري من اين اتى. انما اللي بيهبش واللي بيخطف واللي بيسرق واللي بيتكتر على الناس رزقهم واللي بياكل اموال الناس واللي بيقول للناس انتوا بعتوا واللي بيقول للناس انتوا مالكوش حاجه، كل هؤلاء بعيدين عن الله سبحانه وتعالى. تقوى الله يعني بخاف، يعني بتقيه. وربنا قال لنا كده: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يعني عارف ومطلع وحسابه عسير وشديد وقوي، حسابه منتهى الشدة والقوة للظالمين.